شكرا محمد. ونستكمل معكم مشاهدينا الكرام ملفنا الرئيسي في حلقة اليوم، وهو بالفعل هو الملف الرئيسي الذي يشغل العالم كله، الحرب الإسرائيلية على غزة، تطورات يوما بعد يوم، قصف مستمر، تهديد إسرائيلي بعملية برية في رفح في خلال أسبوعين. كل هذه التطورات نحللها معكم مع ضيفنا في الاستوديو، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. تحذيرات عربية متوالية ومخاوف دولية وأممية من عملية برية محتملة على مدينة رفح الفلسطينية الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والتي تعد آخر ملاذ للنازحين بقطاع غزة المحاصر. المجتمع الدولي يشعر بالقلق بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتقديم خطة شن هجوم على رفح، على الرغم من زعمه توفير ممر آمن للمدنيين قبل شن عملية عسكرية في رفح. وتعالت صيحات التحذير من قبل المنظمات الدولية من هذه الخطوة. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حذر من أن هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف. في واشنطن حذر مسؤولون أمريكيون من وقوع كارثة في حال الهجوم على رفح خشية سيناريو مماثل لما حدث في شمال القطاع. وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أعرب عن قلقه إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الأولوية للوقف الفوري للقتال من أجل إدخال المساعدات وإخراج المحتجزين. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حذرت من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين. كما حذرت دول عربية من التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الوحشي الإسرائيلي على النزوح. باتت رفح محور الترقب بشأن المرحلة المقبلة مع دخول الحرب شهرها الخامس، وهي تستضيف الغالبية العظمى من النازحين الذين يقيم معظمهم في خيم عشوائية في مختلف أنحاء المدينة وسط ظروف إنسانية صعبة وشح في المساعدات. وعلى الرغم من أنها ظلت في منأى عن العمليات العسكرية المباشرة، لم تسلم رفح من القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد عشرات الأبرياء وتدمير مئات الأبنية. كل هذه التطورات حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انتقالا إلى آخر هذه التطورات والتهديد بعملية عسكرية أو برية في رفح، معنا في الاستوديو الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي ونائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ جمال مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل سادة المشاهدين. يمكن تطورات الحرب في غزة هي تطورات متلاحقة، يمكن بين لحظة وأخرى يحدث هناك تطورات من قصف مستمر، من ارتفاع في عدد الشهداء والمصابين. آخر هذه التطورات التكتيكية لنتنياهو عملية برية في رفح خلال أسبوعين، هل هذا التهديد واضح أو هو حرب نفسية أم هو فعلا سيناريو استكمال لما قام به نتنياهو في غزة؟ يمكن نحن نتحدث عن الحرب الأصعب التي مر بها قطاع غزة. في الحقيقة إن الوضع بالفعل يدخل المرحلة الأصعب الآن، خاصة في ظل حكومة يمينية متطرفة ومتعنتة أيضا، ولا تستجيب لأي من أصوات الحكمة أو الرشد أو العقل في المجتمع الدولي، ومستمرة في هذا العدوان السافر تجاه قطاع غزة، رغم حتى يعني مضي محكمة العدل الدولية نحو المزيد من التحقيقات وإجراءات قانونية في هذا الأمر، رغم الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن بإنفاذ المساعدات، برغم الكثير والكثير من الضغوط الدولية والإقليمية، إلا أن نحن بصدد حكومة يمينية متطرفة ترى في استمرار هذه الحرب فرصة حقيقية لبقائها، وترى بإنهاء هذه الحرب
ايضا ان نتنياهو لن يكون له مستقبل سياسي، وبالتالي نتنياهو يخشى على مستقبله السياسي ويخشى على بقائه في السلطه، حتى لو كان هذا على حساب الابرياء والاطفال والمدنيين في قطاع غزه. ومن ثم نحن نتحدث عن حكومه يمنيه متطرفه على راسها نتنياهو الذي يريد الاستمرار في هذه الحرب، بغي ان يظل فقط في هذه الحكومه، لانه طبعا لديه قضية ربما يذهب إليها ويحاكم فيها، وأيضا حتى مستقبله السياسي مهدد بشكل كبير جدا، وبالتالي يريد أن تظل ديمومة الحرب يعني في هذا الإطار حتى يظل موجودا في الحكومة. وبالتالي نحن نتحدث عن مآرب شخصية يعني أفراد الحكومة الإسرائيلية، وفي الحقيقة هذا يطغى على حق شعب كامل وهو الشعب الفلسطيني، وحقه في الحياة وحقه في البقاء وحقه في دولته المستقلة. وبالتأكيد نحن نتحدث الآن عن مراحل متعددة، تم إزاحة يعني أكثر من 1.5 مليون بن آدم إلى جنوب القطاع إلى رفح تحديدا. طيب أستاذ جمال، يعني نقدر نقول أنه كان هناك هدف زائف من البداية، بأنه كان من أولى الأهداف التي كان يعلن عنها نتنياهو إعادة الرهائن والمحتجزين، والآن هو لا يأبه بهذا الملف، يمكن نظرا لأنه هناك خطة أكبر أو خطة استعمارية إذا جاز التعبير أكبر، أو حتى خوفا على ائتلافه اليميني وخوفا على صورته في الحكومة وخوفا من انتهاء الحرب وإدانته. يعني برأيك إلى أي مدى من الممكن أن يتحلحل هذا الملف، ملف الرهائن؟ هل مع كل هذه المعطيات من الممكن أن يكون هناك حتى بادرة أمل في أن يكون هناك حل تفوضي أو حل سياسي؟ أنا أعتقد أن نتنياهو لا يبالي بملف المحتجزين في الحقيقة، ولا يضع المحتجزين في حساباته وهو يقوم بهذه الحرب الغاشمة تجاه قطاع غزة، فقط يبحث عن أمجاده الشخصية وعن بقائه في الحكم. لكن إذا تحدثنا عن المحتجزين فهو منذ البداية يعني حتى المفاوضات التي أدت إلى الهدنة الأولى كان متعنتا للغاية فيها، ويعني أخذت وقت طويل جدا حتى تم يعني إنفاذ هذه الهدنة. وأيضا حتى الآن في ظل جهود طبعا مصرية قطرية أمريكية، وأنا أسميها جهود ماراثونية في الحقيقة، لأنها جهود بتستمر طوال الوقت، وأيضا مرت بمراحل طبعا باريس القاهرة الدوحة، ورغم هذا لا يوجد أي استجابة من نتنياهو، فقط يذهب إلى استمرار آلة الحرب الإسرائيلية. في الحقيقة إن المنطق أو الشواهد ويعني على الأرض الأمر يقول إن من الواجب ومن المنطقي أن يستجيب نتنياهو لضغوط داخلية وضغوط خارجية، ويذهب إلى بالفعل إنجاز هدنة ويحرر المحتجزين. ولكن حتى في ظل ضغوط داخلية سواء على صعيد أهالي المحتجزين والمظاهرات التي يقومون بها طوال الوقت، أو حتى على صعيد الضغوط الاقتصادية التي يعني ذهبت إسرائيل إليها الآن، أو حتى على صعيد الضغط الأمريكي المباشر الآن. وهنا الضغط الأمريكي بالمناسبة ليس ضغط من أجل أو لأن الولايات المتحدة الأمريكية تغير مواقفها، ولكن هذا تغير تكتيكي لهذا الوقت، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد هنا بايدن والحزب الديمقراطي يريد تهدئة هذه الحرب حتى يتفرغ للانتخابات الرئاسية، وحتى لا تكون هذه الحرب ورقة ضغط في يد الحزب الجمهوري وبالتحديد ترامب في هذه المعركة الانتخابية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تبحث عن مصلحتها. طيب فيما إذا كان يعني الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من يعني يمكن رأيها أو توجهها المعلوم في ظل كل ما تزعمه من تصريحات يمكن هي تصريحات غير حقيقية ولا تنبئ بحل من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تتحدث على ضرورة حماية المدنيين، ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية. يعني إذا تم اجتياح بري إلى رفح وكما قالت مصر في تصريحاتها أنه هيبقى صعب جدا دخول مساعدات إنسانية حتى وإن كانت لا تكفي سكان القطاع، لكن ستمنع هذه المساعدات. لنكون أكثر صراحة وأكثر وضوح، ما يعني يحدث في رفح الآن هي قنبلة بشرية موقوتة ولا يمكن المساس بها الآن. يعني إذا تم وحدث نوع من أنواع التوغل البري فهنا انفجار لهذه القنبلة البشرية التي تحتوي أكثر من 1.5 مليون بني آدم، وأنا أعتقد أن هذه القنبلة سوف تنفجر في وجه إسرائيل في الحقيقة، سواء على الصعيد الإنساني أو على الصعيد الميداني. لأن على الصعيد الإنساني سوف يكون هناك جرائم حرب حقيقية ترتكبها إسرائيل أمام هذا العدد الغفير من الفلسطينيين في قطاع غزة. نحن نتحدث عن أكثر من 1.5 مليون بني آدم في مساحة هي 20% من مساحة كلية لقطاع غزة، وبالتالي
اي توغل عسكري هنا معناه ان عدد الضحايا الفلسطينيين من سكان قطاع غزه وبالتحديد من مدينه رفح الفلسطينيه سوف يكون او سوف تكون اعداد ضخمه للغايه. وهنا سوف تكتمل في الحقيقه اركان جريمه الاباده الجماعيه التي تنظر اليها محكمه العدل الدولي. فهذا على صعيد. الصعيد الاخر وهو طبعا سوف يعرقل هذا الامر انفاذ المزيد من المساعدات الانسانيه، لان هذا يعني احتلال كامل لقطاع غزه من الجانب الاسرائيلي واعاده احتلال لهذا القطاع مجددا من الجانب الاسرائيلي، وهذا ايضا خرق كبير جدا للمواثيق والاتفاقيات ولكل ما تم الاتفاق عليه خلال العقود الماضيه. وبالتالي انا اعتقد هنا يعني ايضا اسرائيل يعني تطلق رصاصه على يعني اوسلو، على اتفاق اوسلو مثلا، وتحاول ان ايضا تقطع الطريق على كل مسارات السلام والتسويه السياسيه، وتقول انا ثم انا وسوف احتل قطاع غزه مجددا، حتى وان كانت الادعاءات الاسرائيليه غير هذا. يعني الاسرائيليين في البدايه تحدثوا فقط انهم سوف يقضون على حماس. اين القضاء على حماس حتى الان؟ قالوا انهم سوف يحررون المحتجزين. اين تحرير المحتجزين الان؟ قالوا انهم سوف يقومون باحداث نوع من انواع يعني توسعه للغلاف او للمنطقه العازله ما بين القطاع وبين غلاف غزه. اين هذا؟ طيب اذا هي دائره مفرجه يا استاذ جمال، يعني لن تنتهي الحرب كما قالها نتنياهو من البدايه الا بعد القضاء على حماس. يعني كيف سيكون القضاء على حماس؟ يعني ما هو النصر المنتظر بالنسبه لنتنياهو؟ يمكن نتنياهو حينما تحدث عن هذا الامر ايضا تحدث بتصريح ايضا اخر في بدايه هذا الحرب، في بدايه هذه الحرب، نعم، تصريح خطير للغايه ايضا في نفس التوقيت الذي صرح به بهذا الكلام. قال ان هذه الحرب سوف تغير المنطقه او شكل المنطقه. اذا اسرائيل منذ البدايه تبحث عن فكره توسعه دائره الصراع، وتبحث عن اشعال المنطقه، وتبحث عن فكره اثاره الفوضى الاقليميه، وده اللي احنا بنشوفه الان. بنشوف الان خمس جبهات بالفعل مشتعله في المنطقه، سواء طبعا الداخل الاسرائيلي، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، وباب المندب. اذا ما يقوله نتنياهو هو بالفعل نتاج فكر خبيث يحاول تحقيقه على ارض الواقع من خلال اثاره فوضى اقليميه تعيد تشكيل المنطقه من جديد. ما يعني تم في الماضي على اطار الدول فكره الفوضى الخلاقه على مستوى الدول يتم تحقيقه الان ولكن اقليميا. طيب هل هي هذه هي الشكل الخريطه اللي يعني بتحتاجها الولايات المتحده الامريكيه او تهدف اليها الولايات المتحده الامريكيه في السيناريوهات او المعطيات الموجوده؟ يعني كان هذا هو السيناريو المتوقع منها ام يمكن فلتت الامور الى سياقات اخرى؟ ضربات الحوثيين، طلب العراق باخراج القوات الامريكيه من قواعدها من العراق، وغيرها من يمكن الخسائر التي يعني خسرتها الولايات المتحده الامريكيه حتى بالنسبه للراي العام العالمي. هل هذا السيناريو هو كان المتوقع؟ لذا فالولايات المتحده الامريكيه تكمل في استكمال او تكمل في هذا السيناريو؟ يعني في اعتقادي الشخصي ان الولايات المتحده الامريكيه كانت تريد احداث مثل هذا السيناريو، ولكن عن طريق ناعم اكثر او بطريق اكثر هدوءا، وعشان كده كان هناك خطط لاعاده التموضع العسكري في منطقة الشرق الأوسط وسحب عدد من القوات العسكرية من عدد من النقاط في المنطقة. هذا قبل الحرب، يعني هذا قبل أن تشتعل هذه الحرب. حتى شفنا إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان، كان هناك حديث عن تخفيف القوات في العراق وغيرها من النقاط. إذا الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن يعني تستمر في يعني إيجاد نفوذ لها في المنطقة، ولكن ليس عبر الآليات العسكرية. ولكن اشعال الحرب بهذه الشراسه من قبل الجانب الاسرائيلي انا اعتقد ان هو ورط الجانب الامريكي في ان تكون امريكا موجوده مجددا بثقل العسكري في المنطقه، بعد ان كانت تريد ان تخفف ثقلها العسكري في المنطقه. والدليل على هذا انها على الفور قامت بارسال حملات الطائرات، عززت من تواجدها العسكري، حتى المفاوضات الان القائمه مثلا ما بين العراق والولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بسحب القوات تتعثر. لماذا؟ لان الولايات المتحده الامريكيه تنظر الآن أن تواجدها العسكري في المنطقة وفي كافة النقاط التي هي كانت موجودة فيها أمر مهم وسوف تحافظ عليه. حتى في سوريا كانت تفكر في تخفيف بعض القوات، الآن لا تفكر في هذا الأمر. وبالتالي أنا أعتقد أن نتنياهو جرجر بايدن عسكريا إلى المنطقة مجددا، وورط بايدن في هذه المعارك حتى الفرعية مجددا في وقت بايدن كان يريد في التفرغ لشرق أوروبا وبحر الصين الجنوبي. والدليل على كده ان كان هناك خلافا واضحا حتى يعني طبعا هو باين الان الخلاف ما بين نتنياهو وبايدن، ولكن حتى هذا الخلاف ظهر منذ تولي نتنياهو
مقاليد الحكومة هذه المرة. لأول مرة في تاريخ يعني الجانب أو العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور بعد أن يتولى المسؤولية بمقابلة الرئيس الأمريكي. لأول مرة ينتظر نتنياهو لمدة عام كامل، وهذا لم يحدث في يعني تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. انتظر حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة حتى يقابله على هامش هذه الجمعية، في حين أنه قابل الرئيس الإسرائيلي الرئيس بايدن قبل الرئيس الإسرائيلي وقابل غيرهم من المسؤولين الإسرائيليين، ولكن نتنياهو كان هناك واضح أن في خلاف بينهم. أنا أعتقد أن هذا الخلاف كان جوهره توقيت هذه الحرب، وأن بايدن لم يكن يريد أن تتورط الولايات المتحدة الأمريكية الآن في هذه الحرب في ظل انها تفتح جبهات اخرى في شرق اوروبا او طب هل من الممكن ان يكون هناك استفاده اخرى، يعني فكره اعاده توازنات القوى بالنسبه لبايدن، اعاده رسم الخريطه ما بينه وما بين روسيا والصين مثلا في المنطقه؟ يعني انا اعتقد ان بايدن الان يهرول نحو تهدئه الموقف حتى لو كان على حساب العلاقات الامريكيه الخارجيه. في حساباته فقط الان الانتخابات الرئاسيه القادمه، وبالتالي هو يحاول الضغط على نتنياهو ونتنياهو يحرج بايدن مجددا، وبالتالي بنرى حتى تصريحات من بايدن هي تصريحات انا اعتقد ان هي يعني ليس لها تفسير منطقي على ارض الواقع، لا تدل الا على انفعال في الحديث. هذا الانفعال يعني على ارض الواقع لا يقترن حتى بالتحركات الامريكيه على ارض الواقع. لكن هل هذا الانفعال وهذا الغضب استاذ جمال يجعله يعني هناك مناقشه في الكونجرس الامريكي لدعم اسرائيلي مره اخرى يمكن باكثر من 17 مليار دولار للجوانب العسكريه؟ يعني هل هذا الانفعال كيف يتوازى مع فكره الدعم المادي في الحرب وفي عسكريا بالنسبه لاسرائيل؟ هذا ما اقصده، ان انفعال بايدن غير منطقي، لان المواقف على ارض الواقع حتى فيما يتعلق بالحلفاء في المنطقه او مع اسرائيل بتترجم امر وتصريحات بايدن في اتجاه اخر. يعني حينما يتحدث مثلا عن المساعدات ثم يتحدث بشكل اخر مغلوط عن المساعدات الانسانيه، هذا بيؤكد ان هناك يعني مش عاوز اقول، ولكن الرجل اصبح مثقل بالكثير من المشاكل اكثر من قدرته الان على تحملها، برغم طبعا لان السن يعني هو في سن كبيره للغايه مع ضغوط داخليه مع ضغوط خارجيه. من يدير الولايات المتحده المسؤوله من وجهه نظري؟ لكن من يدير الولايات المتحده ليس رئيس الولايات المتحده، ولكنه هو من في الصوره وهو من يعني يتصدر المشهد وهو من عليه ان يخرج للراي العام الداخلي في امريكا او الخارجي ويتحدث، وهو صاحب الصوت الامريكي امام العالم. وبالتالي انا اعتقد ان بالتاكيد الولايات المتحده الامريكيه تذهب في اتجاه وتصرح في بعض الاوقات في اتجاه اخر، وهذا ايضا بيفقد الولايات المتحده الامريكيه مصداقيتها امام المجتمع الدولي. يعني زي ما حضرتك تفضلتي، مجلس الشيوخ الان يتحدث عن 95 مليار دولار حجم مساعدات لاسرائيل واوكرانيا و تايوان. انت تشعل العالم اكثر من 114 مليار. طب يعني انت تشعل العالم، يعني انت تتحدث عن ثلاثه بؤر يعني بتدعمهم من اجل بالضبط يعني ليحاربوا بالوكاله حتى تظل الولايات المتحده الامريكيه تحافظ على الهيمنه وتحافظ على العالم احادي القطب. ولكن ايضا هناك اطراف دوليه اخرى اصبحت الان ايضا لديها قوة ولديها قدرة ولديها أيضا آليات عمل على أرض الواقع. والولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أنها تسخيرها لكل هذه المبالغ، إذا كان تم يعني تسخير نصها للتنمية والسلام والاستقرار في أفريقيا أو في منطقة الشرق الأوسط، لكان نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبح أكثر بكثير، يعني بعيدا عن استخدام الآليات العسكرية، وكان هذا النفوذ على يعني على الأقل سوف يكون نفوذا إيجابيا من أجل المساعدة في التنمية وفي الاستقرار الخاص بمنطقة الشرق الأوسط أو حتى على صعيد القارة الأفريقية. لماذا يريد بايدن يعني يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط؟ ما هو يعني احنا بنتكلم ده لو هم كانوا عايزين استقرار كان هيتم تسخير هذه الأموال من أجل دعم الاستقرار. إذا هناك رغبة أمريكية طوال الوقت لتفضيل الحل العسكري كحل أمثل في صراع النفوذ القائم ما بين الدول الكبرى، ولا يريد بايدن حتى في محاولات السيطرة على بعض المناطق الخاصة بالسيطرة التقليدية على يعني الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مناطق سيطرة تقليدية للولايات المتحدة الأمريكية فيها، نعم هناك بعض المناطق الأخرى سحبت منها زي الساحل والصحراء مثلا،
ولكن ما زالت هناك بعض المناطق الأخرى هي صاحبة نفوس فيها، وبرغم هذا هي أيضا تشعلها عسكريا. وبالتالي يعني نحن نتحدث عن نيرون أمريكي اللي أصبح يشعل كافة المناطق. وبالتالي نحن بصدد في الحقيقة موقف ليس فقط على صعيد القضية الفلسطينية، ولكن على صعيد الموقف المشهد العالمي. حينما ننظر الآن لخريطة الصراع العالمي نرى أربع بؤر صراع الآن متفجرة بشكل حقيقي، بداية من الساحل الصحراء، شرق أوروبا، بحر الصين الجنوبي، والشرق الأوسط، وصولا لباب المندب. كل هذه النقاط مرتبطة ارتباط وثيق بالمنافذ التجارية. صحيح. وبالتالي تأثيراتها على أيضا الاقتصاد بيؤكد أننا بصدد أيضا أزمة اقتصادية عالمية كبيرة جدا، وده اللي بيخلينا الآن حتى في مصر بنستشعر تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية. وبالتالي ما دام الخيار العسكري هو الخيار الأمثل لبايدن حتى الآن، وذهابه طوال الوقت يعني حتى ما يحدث باب المندب لم يفكر للحظة للضغط على الجانب الإسرائيلي لتهدئة، هو ما الذي أشعل باب المندب؟ الأحداث في غزة. وبالتالي عليك أن تذهب لإطفاء النار الرئيسية، ولكن بايدن الآن يذهب لإطفاء النيران الفرعية ويترك الأزمة ويترك إسرائيل تتحرك بارتياحية. طيب في وسط كل هذه المعطيات أستاذ جمال، هل يعني من الممكن التوصل لإطار سياسي يحقق المكاسب من وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية؟ يعني من الممكن التوصل إلى ذلك، أم هي الحرب وستظل هي الحرب لأنها هي الهدف الرئيسي من وراء الصراع أو الحرب على غزة من البداية؟ أنا أعتقد أن حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات تقول أن الجانب الإسرائيلي ومن خلفه الجانب الأمريكي سوف يذهب إلى أي من المسارات السياسية، وسوف تظل هذه المعركة قائمة، لأن أصبح واضح للعيان أن الجانب الإسرائيلي يحارب من أجل الحرب ومن أجل إعادة احتلال قطاع غزة، هذا صراحة. يعني فكرة بقى تحرير المحتجزين، فكرة يعني قضاء على حماس، أي أفكار من هذا النوع يعني هي أفكار فقط حجج واهية حتى يستقبل العالم هذه المأساة التي تحدث في قطاع غزة. ولكن أيضا من الجيد أننا نرى الآن ضغوطا شعبية في الجانب أو في الشوارع الأوروبية وفي الشارع الأمريكي، وتضغط بشكل مباشر على الأنظمة الأوروبية وعلى النظام الأمريكي، وده أيضا بيبرر لماذا النظام الأمريكي الآن لديه حالة من التوتر. يعني أنا أبرر أو مش أبرر، يعني أترجم تصريحات بايدن الأخيرة إنها حالة من التوتر الغير مسبوقة، ولم نعتد أن نرى الرئيس الأمريكي بهذا التوتر. لكن لم تنتقل، يعني لم تنتقل هذه التظاهرات وهذا الاحتجاج إلى القرار الرسمي أستاذ جمال. بالتأكيد، لأن هو في حالة من يعني الحيرة من أمره، هو ما بين الضغط الشعبي والذي يؤثر على الانتخابات المقبلة، الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما بين أن أيضا يحافظ على مصالح اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أيضا له تأثير في الانتخابات الرئاسية القادمة. وبالتالي المعادلة الداخلية الأمريكية صعبة للغاية، وتؤثر على قرار بايدن الذي في الحقيقة لا يحتمل أو لا تحتمل قدراته السياسية في هذا التوقيت أن يأخذ قرارات صعبة أو حتى يمارس المزيد من الضغوط المباشرة على الجانب الإسرائيلي. فهو متردد، يضغط يوم ثم يأخذ خطوة للخلف، يتحدث عن ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي وأنه لا يقبل بهذا الوضع الإنساني، وشفنا بلينكين في الزيارة الأخيرة يتحدث إنسانيا وكأنه لم يتحدث من قبل، يعني وكأن في الزيارات السابقة كان لا يرى هذا الوضع، يعني كأنه فوجئ بهذا الوضع. طيب هل ما يجعل أمريكا أو إسرائيل أكثر جرأة هي يعني يمكن الضربات غير الموجعة من إن كان من الحوثيين أو حتى من إيران، وتصريحات حتى وزير الخارجية الإيراني مؤخرا بأنه لا نريد توسيع رقعة الصراع في المنطقة ولا نريد الحرب وغيرها، هل هذه التصريحات تجعل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تكون أكثر شدة وأكثر عنفا وأكثر جرأة في قراراتهم القادمة؟ يعني أنا أعتقد أن ما نراه من حرب في المنطقة الآن على صعيد الجبهات الأخرى التي كنا نتحدث عنها هي حرب استنزاف قوة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران عبر الوكلاء. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجانب الإسرائيلي وإيران تدعم وكلائها على هذه الجبهات، وهؤلاء الوكلاء أنا هنا أعتبر إسرائيل وكيل الجانب الأمريكي في هذه المعركة الفرعية، لأنها ليست المعركة الرئيسية بالمناسبة. يعني هذه ليست
الحرب او هذه ليست المعركه او هذه ليست القضيه. القضيه هي القضيه الفلسطينيه وليس الصراع الامريكي الايراني وليس الصراع الاسرائيلي الايراني. القضيه هي القضيه الفلسطينيه. وبالتالي ما يحدث على صعيد الجبهات الاخرى هو استغلال لتفجر هذه القضيه الان وعودتها للمشهد الدولي لاستنزاف القوه ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين ايران وايضا ما بين اسرائيل وما بين ايران. وهذا في الحقيقه خطير للغايه لانه ايضا يذيب القضيه الفلسطينيه ويجعلنا في بعض الاوقات، وهذا حتى اصبحنا نشاهده في بعض يعني وسائل الاعلام حتى الغربيه وحتى الاقليميه، انها اصبحت تذهب الى الحديث عن ايران والولايات المتحده الامريكيه اكثر من انها تتحدث عن ما يحدث في قطاع غزه. وبالتالي ايضا سحب البساط اعلاميا من قطاع غزه والذهاب للحديث عن الحوثيين وعن اسرائيل وعن ايران وعن الولايات المتحده الامريكيه وعن اسرائيل وايران، انا اعتقد انه امر مضر للغايه ويضر القضيه الفلسطينيه نفسها ويجعلنا نلفت الانتباه عن جوهر القضيه. وبالتالي حرب الوكلاء حرب استنزاف قوه ما بين هذه الاطراف، وفي نفس الوقت هي خطيره لانها بتوسع دائره الصراع وبالتالي بتثير الفوضى في المنطقه، ولا هنا لها تاثيرات سواء على الصعيد الامني او على الصعيد الاقتصادي، وابتدينا حتى كلنا في المنطقه الان نستشعر اضرارها الاقتصاديه، او على صعيد انها تسحب البساط وتلفت الانتباه عن القضيه الاساسيه التي هي سبب اشتعال الاوضاع في المنطقه، وهي عدم وجود حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه. طب هل تعتقد ان من الممكن ان نتنياهو يتراجع عن فكره الاجتياح البري لرفح، وخاصه انه السيناريوهات المطروحه هي كلها سيناريوهات غير واقعيه ولن تسمح بها الاطراف الدوليه الاخرى؟ يعني انا اعتقد ان نتنياهو يجب عليه ان لا يتوغل تجاه رفح، خصوصا ان الراي العام ايضا الان الدولي به تغير. يعني حينما نرى الان الكتله الاوروبيه اصبحت منقسمه، يعني الموقف الاسباني مخالف للموقف حتى الفرنسي الان فيما يتعلق بقطاع غزه، مخالف للموقف الالماني فيما يحدث في قطاع غزه، اصبح هناك اصوات اوروبيه اكثر عقلانيه واكثر منطقيه تجاه الاوضاع في قطاع غزه. والبعض يتساءل برضه في النقطه دي استاذ جمال، يعني اين هو الصدى؟ يعني ما هو صدى هذه الاصوات على الواقع والمعطيات الموجوده في الميدان نفسه؟ يعني هذه الاصوات حتى الان لم تترجم لافعال على ارض الواقع، ولكن الاجتياح البري لرفح الفلسطينيه اعتقد انه سوف يحرك هذه الاصوات، لاننا سوف نكون امام من المستفيد؟ يعني من الخسران في هذه المعركه ومن المستفيد؟ والاطراف يعني اللي استخسر في هذه المعركه هي اطراف يعني معروفه ومعلومه، ولكن يعني وجهه النظر الاوروبيه ستظل ايضا في تصريحات رسميه. بالتاكيد في الحرب لا احد رابح، في مثل هذه الحروب بالتحديد، يعني في مثل هذه الحروب وفي مثل هذه المعركه لا احد رابح، لان طبعا خسائر على الصعيد الفلسطيني حتى الان هي خسائر ماساويه. وربما اذا بالفعل حدث اجتياح، وهذا لا نريده ولا نتمناه ولا نرغب فيه، ونتمنى ان يعني يكون هناك ضغطا دوليا حقيقيا لايقاف اله الحرب الاسرائيليه تجاه رفح الفلسطينيه، ولكن اذا حدث بالتاكيد الخسائر البشريه سوف تكون كارثه انسانيه في المقام الاول. وعلى الجانب الاسرائيلي ايضا سوف يكون هناك خسائر، سوف يكون هناك خسائر كبيره للغايه حتى على صعيد حاله الوضعيه الاسرائيليه في المجتمع الدولي، لان الانظمه السياسيه حتى الاوروبيه لن تورط نفسها وراء نتنياهو اكثر من هذا، خصوصا مع وجود ضغط شعبي الان يعني في الكثير من الدول الاوروبيه، وكثير من الدول الاوروبيه ذاهبه الى استحقاقات ايضا انتخابيه في هذا العام، وبالتالي مع ايضا استحقاقات انتخابيه في كثير من الدول الاوروبيه بالتاكيد ان الكثير من القادة الاوروبيين سوف يبحثون عن مصالحهم وعن مصالح كتلهم السياسيه واحزابهم السياسيه حتى وان كان هذا على حساب اسرائيل. وبالتالي سوف تظل نعم الولايات المتحده الامريكيه، سوف تظل بعض الدول الاوروبيه، سوف تظل يعني بالتاكيد انجلترا ايضا داعم للجانب الاسرائيلي حتى في ظل تصريحات كاميرون الاخيره التي تحدث فيها عن حل الدولتين، ولكن ايضا كما حضرتك تفضلتي وذكرتي نحن نراها حتى الان تصريحات، ولكن لم نرى ضغطا بريطانيا حقيقيا واقعيا على الجانب الاسرائيلي لايقاف اله الحرب. انا اعتقد من يملك اوراق الضغط الحقيقيه على الجانب الاسرائيلي لوقف هذه الحرب انجلترا والولايات المتحده الامريكيه، وعليهم ان يوقفوا ما
سوف يحدث في رفح إنسانيا، لأن سوف تكون وصمة عار ليست في جبين إسرائيل فقط، ولكن أيضا في جبين الولايات المتحدة الأمريكية وفي جبين بريطانيا. شفنا خلال الخمسة أشهر الماضية سقوط لمفاهيم حقوق الإنسان، سقوط لمفاهيم القانون الإنساني الدولي، كل الشعارات التي تغنت بها الولايات المتحدة الأمريكية سقطت في غزة، ولكن الآن سوف تسقط ورقة التوت الأخيرة على الولايات المتحدة الأمريكية إذا حدث توغل بري في رفح. والبعض بيتساءل يعني إذا كانت هناك كل هذه الضغوط ولم يعني ينصاع إليها نتنياهو، حتى منظمة حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية بقرار الأخير بعدم يعني لا يكون هناك إبادة جماعية للفلسطينيين، على الرغم من أن فكرة الاجتياح البري لرفح هو عملية كاملة للإبادة الجماعية لمليون ونصف مواطن فلسطيني. يعني عدم الانصاع لكل هذه القرارات، يعني هل نتنياهو في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء في لحظة اجتياحه لرفح أو يعني لهذه أو إتمامه لهذه العملية، يعني هل سيسمع لهذه الأصوات الدولية وحقوق الإنسان؟ بالتأكيد لا. يعني احنا بنتحدث الآن عن طرف هو يرى نفسه فوق المنظومة الأممية حتى، يعني إسرائيل لم تستجيب. بالتأكيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هو غير ملزم، ولكن في أدبيات السياسة الدولية بيكون هناك احترام حتى لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. لم يستجيب لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يستجيب لقرار مجلس الأمن الخاص بالمساعدات، ويعني وكأنه لم يصدر، لم يستجيب حتى تحركات محكمة العدل الدولية. يعني محكمة العدل الدولية تتحدث عن اتخاذ إسرائيل لتدابير لمنع الإبادة الجماعية، وهو يذهب بآليات عسكرية لإبادة مليون ونصف فلسطيني. إذن نحن نتحدث عن طرف يرى نفسه فوق المنظومة الأممية، بل إنه اصطدم اصطداما مباشرا مع المسؤولين الأمميين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش. هو اصطدم يعني المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، هاجم أنطوني جوتيريش بشكل لم نراه في أروقة الأمم المتحدة. وبشكل ضمني هو يعني اتهم أصلا الأونروا كيتابع للأمم المتحدة بأنها حتى تعمل ضد إسرائيل، وأنها شاركت في عنف أو في يعني في عملية 7 أكتوبر. هذه أيضا نقطة خطيرة للغاية، ودفع إسرائيل ويعني وجعلها أو تجعل بعض الدول الأوروبية توقف مساعدات أو توقف الدعم المقدم للأونروا. أنا أعتقد أيضا ده بيكمل جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل، لأن إسرائيل منذ بداية هذه الحرب تخير المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ما بين الموت قصفا أو الموت جوعا، سياسات التجويع وسياسات القتل الجماعي في إسرائيل التي تقوم بها إسرائيل. وحينما تقوم هذه الدول بمنع المساعدات فهي بتساعد إسرائيل على إنفاذ يعني فكرة سياسات التجويع. وبالتالي أنا أرى أن من قام بوقف إمدادات الأونروا أو مساعدات المقدمة للأونروا هو شريك أصلي مع إسرائيل في فكرة تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة وممارسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وعلى محكمة العدل الدولية أن تنظر لهذا التحرك من هذه الدول على أنه تحرك عدواني، يعني عدواني، وأيضا يقوم بمساندة الجانب الإسرائيلي في ممارسة هذا أو هذه الإبادة الجماعية. إذن نحن نتحدث عن حتى الدول التي من المفترض أن تكون أكثر رشدا هي تساعد إسرائيل بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. وهنا أتحدث عن الكتلة الأوروبية وطبعا الجانب الأمريكي. يعني بعد الصراع أو بعد هذه الفترة من الصراع أو هذه الحرب هناك مواقف اختلفت أو تغير زي ما حضرتك ذكرت، يمكن الإعلام أيضا أوضح الصورة بشكل أكبر وأوسع. هناك بعض الدول التي يعني اختلفت نبرتها في التصريحات مؤخرا، حتى عندما يعني شكل جوتيريش لجنة لتقييم عمل الأونروا كان على رأسها وزير الخارجية الفرنسي. يعني ممكن يكون هذا أيضا استجابة لرأي الشارع، والمظاهرات كانت يعني كل سبت في باريس حول نصرة سكان غزة أو المدنيين في غزة. يعني إذا تحدثنا عن الكتلتين، يمكن حتى سلوفينيا النهاردة كما يعني أكد وزير الخارجية على أن كمان أنها أيضا في الكتلة المناصرة لغزة. بالنظر إلى الكتلتين، هل من المتوقع أن يكون هناك نوع من التوازن إلى حد ما بأن تربح غزة في النهاية أو القضية برمتها بالنظر إلى هذه المعطيات؟
يعني بالتاكيد الاختلاف في الراي في الداخل الاوروبي الان او في البيت الاوروبي بالتاكيد هو في صالح القضيه الفلسطينيه، خصوصا ان حتى هذا الخلاف الاوروبي لم يظهر فقط في القضيه الفلسطينيه ولكن حتى في اوضاع في شرق اوروبا. يعني شفنا المجر مثلا تخالف الراي الاوروبي فيما يتعلق باوكرانيا مثلا، وبالتالي انا اعتقد ان الاختلافات الاوروبيه الان التي اصبحت تظهر جليا فيما يتعلق بالتعامل عسكريا مع الصراعات الدوليه امر مهم جدا ويؤخذ على محمل الجد. حتى في تحرك الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا نحو باب المندب راينا الجانب الاوروبي يعني اتخذ مسار لوحده وشكل قوة أوروبية ربما تنطلق خلال الفترة القادمة أيضا، وبالتالي الجانب الأوروبي الآن لا يريد أيضا أن يتورط بتورط الولايات المتحدة الأمريكية ويريد أن يخلق لنفسه مسار مختلف. نتمنى بقى نتمنى أن يكون هذا المسار الآن مسارا متزنا حتى أيضا تحافظ على فكرة ده من مصلحة الاتحاد الأوروبي نفسه، حتى يحافظ الاتحاد الأوروبي على وحدته وعلى تماسكه، عليه أن يخلق الآن موقف متزن يعبر عن مصالح الاتحاد الاوروبي لا يعبر عن مصالح الولايات المتحده الامريكيه. يعني ما نراه الان حتى الان من الاتحاد الاوروبي هي مواقف تعبر عن مصالح الولايات المتحده الامريكيه، لا تعبر حتى عن مصالح المواطن في الاتحاد الاوروبي، خصوصا المواطن في الاتحاد الاوروبي على الرغم من الخلافات الكثيره بينهم في الكثير من القضايا. يا استاذ جمال، يمكن هذا كان واضحا في فتره ترامب، فحينما اتى بايدن يعني حدث نوع من انواع اعاده اللحمه مجدده ما بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي، وحتى كانت زيارات بايدن الاولى بعد توليه المسؤوليه كانت داخل الاتحاد الاوروبي، وعاد بالفعل يعني ايه الرواج للعلاقات الاوروبيه الامريكيه. ولكن هذا لا يعني ان يعني تغمض او يغمض الاتحاد الاوروبي عيناه ويذهب وراء الولايات المتحده الامريكيه دون ان يبحث عن مصالحه، هذا امر غير منطقي. هذا حدث في بدايه الازمه الروسيه الاوكرانيه ودفعت اوروبا الثمن اقتصاديا، وهذا يحدث الان وتدفع اوروبا الان السبب سياسيا. يعني الغضب الحادث الان في الشوارع الاوروبيه سوف يكون له تاثير على مستقبل الانظمه السياسيه الاوروبيه في الانتخابات القادمه، لان يعني كما دفعت اوروبا ثمن جريانها وراء الولايات المتحده الامريكيه في شرق اوروبا اقتصاديا، سوف تدفع ايضا الثمن في هذه القضيه ايضا سياسيا. واعتقد ان الاتحاد الاوروبي لن يتحمل خسائر اقتصادية وسياسية خلال المرحلة القادمة. يمكن واضح من الصورة وفق كل هذه المعطيات وهذا التحليل اللي تحدثنا عنه من الشرق والغرب أن مصر هي من تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية بالتأكيد. سياسيا أمنيا وأيضا إنسانيا بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي ونائب مدير تحرير مجلة أكتوبر على هذا